مركز فالدي بيباس أزف لكم تحية عطرة ونقول لكم إن شاء الله ما يكون غير الخير. عندنا ديزيكو كاين أخبار لكن حبيناش ننشروها اللي ننتظر التأكد منها بخصوص مقابلة الجزائر والكاميرون. احنا نحوسوا على الإقصاء كامل. الأخبار اللي راي تقول يقول لك إعادة المباراة أصبحت 100% موجودة بإذن الله. مازال ما جاتناش الأخبار، يعني هذا ليزيكو من قلب الفيفا. ثانيا الأخبار اللي راي كاينة، احنا الاعتصام اللي راح نديروه يوم 4 مع الإخوان المصريين والتونسيين وكثير اللي راح يجيوا، حتى أفارقة تكلموا قال لك راح يعثروا، تكلمنا كاين اللي تكلموا في الراديو وكذلك، ودرنا الإشهار باش يجيوا إخواننا من ألمانيا نسلم عليهم، سيرتو جماعتنا تاع دورتموند محمد وبنس وجماعة أحييهم، أحيي جماعة ألمانيا كذلك، جماعة ميلوز ما نسوهمش اون فورس لي زوم، خاوتنا كان اللي كان راح يحضروا ان شاء الله يوم لوكات. القضيه نتاعنا كما قلتها لا تعدات مطالبنا، ليس فقط بور يعني المقابله تاع الجزائر والكاميرون او الفساد او مقابله مصر والسنغال، بل يجب هدم معبد الكاف وتصحيح صوره افريقيا التي شوهوها بالفساد والرشوه وكل شيء. اذا يوم 4 حتى وكان غدوه ممكن يوم الاثنين راح يكون الاثنين بعد الظهر راح يكون هناك خبر، حتى ولو كان يخرج خبر يقول لك الجزائر تعاد الماتش لازم نروحوا للفيفا، وعندنا اعتصام لانه القضيه ليست قد الان ماهيش قضيه فقط يعني المقابله تاع الجزائر، بل القضيه انها هدم معبد الكاف والفساد، وحتى مسؤولين كبار في الفيفا تواصلوا معي شخصيا وقال لك ما تقومون به سيعطينا القوة لتصحيح لاكاف وهدم لاكاف. إذن يوم 4 ماي سنكون كلنا في زيريخ أمام لاكاف لإعطاء، هناك اتصلنا بكل الإعلام الدولي سيقوم بالتغطية، تغطية رهيبة يعني وحيدة من نوعها، سنكون هناك لإعطاء كذلك قوة للناس لأنه أنفانتينو جايين وانتخابات وكل شيء، لكن الوقفة نتاعنا مع إخواننا المصريين والتونسيين وكل الأحرار تولي يعني لي جون بيور من أفريقيا واللي راح يجيوا معنا هي لهدم معبد الكاف. الآن هدم معبد الكاف وتصحيح الكاف، انتهى وقت الرشوة، سيفيني سيفيني لا كاف لا كوربسيون، سيفيني لي زاشا دي ماتش، سيفيني ليماج سال دو لافريك. هذه هي فرصتنا، سي فريمون لوكازيون. هنا من فالديبيباس، هذه فالديبيباس هنا وين يونترينيو جماعه بنزيما وجماعه ريال مدريد عم يونترينيو، حصه رياضيه مغلقه ممنوع التصوير، هاني خرجت باش قدرت نصور لكم، احييكم من مدريد في كل مكان، نحن لن نكل لن نمل، وكما قلتها لكم من ينصره الله لا غالب له، وأما الناس السوداويين والمرضى ندعو لهم بالشفاء فقط، وبإذن الله منصورين لأننا نحن أهل الحق وقضيتنا قضية حق ومظلومين. وتحية إلى بلماضي نقول له يعني أنتهز الفرصة من هنا، هاي ولا ننتهز يعني الفرصة وأقولها له من هنا أن كل الشعب الجزائري بكل إيجابياتك بكل سلبياتك أنت هنا لكي رأس حربة، لكي يعني ننحر بك الخوانة وكل انتهازيين وهذوك الطحالب وهذوك المرضى، وبإذن الله هذا شر حصلنا في بليدة راح يرجع لنا بخير كبير بإذن الله. خوتي بارتاجيو لا فيديو، أحييكم أينما كنتم، أخوكم عارف مشاكرة، لن نكل ولن نمل، نحن أحفاد نوفمبر، وصحة فطوركم ومبروك العواشر وعيدكم مبارك ألافونس. وكما قلتها لكم حتى ويكون قرار الفيفا إيجابي سنذهب إلى فيفا لأنه لازم الكاف نهدم معبد الكاف. السلام عليكم خاوتي، وأحييكم من فالدي بيباس أينما كنتم أينما وجدتم، السلام عليكم.